أسى كبير وحزن شديد يبكي أهالي عين ماضي الفقيدين اللذين طالتهما أيادي غدر المخزن المغربي. الضحيتان اشتغلا منذ سنوات في التجارة في وضعية شرعية ومطابقة للقانون. ابني يخدم قانوني مع الدولة، أدو ريجيستر، ماهيش هذه الخطرة الأولى راح لموريتانيا ولا هذه الزوجة، دائما يروح وكواقطهم رجلين ويخدم قانوني وكي ربي يقدر عليه مثل تلبيه من لوفامبر شهيد شهيد إن شاء الله. هذا إنسان ماريا افيك دو فام افيك نيف غوس، ديجا كلمة سعرة كبيرة. بيوها سعدوا ما عدوش ما يلحقش. جاتنا صدمة كبيرة، صدمة ما كناش باقيينها كاع. أنا النهار اللي كنت كان معايا كنت مع في تيندوف، بعدين أنا وليت وهو راح. كي خبروني جماعتي في الليل قالوا لي ودي راه صاحبك توفى، ما نجمش نقولها المرضى تاعي راهي ثما، ما متقبلش نقولها له. أعيان عين ماضي وشيوخ الزاوية التيجانية يستنكرون الجريمة الشنعاء التي ارتكبها عناصر من جيش المخزن في حق أبرياء عزل. فوجعنا وصدمنا يعني برحيل ثلاثة من أبناء الجزائر، وصدمت جزائرنا العزيزة برحيل أبنائها وارتقائهم إلى مصاف الشهداء. وندد بهذا الحادثة التي غادرت بالشهيد. تعجز الكلمات عن جبر خاطر هذه الأمة المسكينة التي لا تملك سوى الدعاء للضحايا الذين نحسبهم في تعداد الشهداء. الحمد لله مات وليدي شهيد، ما يتبعته حتى حياه، ما هو يخدم حتى في خدمة شينا، يخدم قاع على وليداته، يخدم على كسيرة وليداته، خدعوه في القايل الحامية.